السلام عليكم. إذا نشوف مجموعة من الأسئلة الخاصة بثنائي القطب RC. لدينا السؤال الأول يقول: مثل على المخطط جهات التيار الكهربائي وجهات التوترات الكهربائية وحاملات الشحنة. إذا لدينا الدارة تتألف من مولد ومكثفة سعتها سي وناقل أومي مقاومته R مربوطين على التسلسل. إذا بالنسبة للسؤال الأول لوجهات التيار، بالنسبة للتيار الكهربائي بالنسبة للمولد يخرج من قطبه الموجب إلى قطبه السالب خارج المولد، بمعنى راح يكون اتجاهه في هذا الاتجاه هكذا. إذا خارج المولد يكون من الموجب إلى السالب، ونعرف بأن حركة الإلكترونات هي اللي تمثل لنا التيار، والإلكترونات تتجه من القطب السالب إلى القطب الموجب خارج المولد اللي نسموها حاملات الشحنة. إذا حاملات الشحنة هي عبارة عن الإلكترونات وجهتها من القطب السالب إلى القطب الموجب للمولد خارج أو خارج المولد. بالنسبة للتوترات الكهربائية بالنسبة للناقل الأومي أو بالنسبة للمكثفة راح تكون معاكسة لجهة التيار. إذا كانت هذه هي جهة التيار كما وضعنا سابقا، راح التوترات تكون معاكسة لها بهذا الشكل. إذا هذه هي UR وكذلك هذا UC. إذا التوترات تكون معاكسة لجهة التيار بالنسبة للناقل الأومي والمكثفة، أما بالنسبة للمولد راح يكون في نفس الاتجاه، أي التوتر اللي هو القوة المحركة الكهربائية للمولد وجهة التيار الذي يخرج منه راح يكون في نفس الاتجاه.